دلوقتي معانا على التليفون الفنان التشكيلي محمد حميده، منظم منتدى المراه العالمي للفنون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك. لو تكلمنا عن المنتدى في نسخته الثانيه، ايه المختلف، ابرز الفنانات المشاركات فيه؟ طبعا انا بشكر التلفزيون المصري على انه مهتم جدا بنشر الثقافه والفنون والتغطيه الاعلاميه الممتازه ليها. انا المنتدى ده المره الثانيه، بيبدا المره الثانيه. كان السنه اللي فاتت في نوفمبر عملناه كتجربه ونجحت جدا، وكان الفنانات تشكيلات من حوالي 15 دوله اهتموا جدا بالمشاركه. معرفش طبعا كان في خصوصيه ليهم كده فحبوها ان يبقوا هم الجنس الناعم بس موجود، ما فيش حد يشاركهم غير المنظم بس اللي انا موجود. انما المنتدى نجح جدا الفتره اللي فاتت، والمره دي اتكرر بمناسبه، بقى قلنا نعمله كل سنه بمناسبه يوم المراه العالمي اللي هو 8 مارس، بحيث ان هم يجوا قبلها بست ايام، ويوم 8 مارس يبقى الحفل الختامي للاعمال اللي عملوها في الورشه. وان شاء الله كده برضك بنحاول ندعي رئيسه المجلس القومي للمراه انها تيجي تفتتح ليهم المعرض يوم 8 مارس. عظيم، كل التوفيق. حضرتك اشرت لنقطه مهمه وهي المشاركات اللي كانت في الدوره اللي فاتت. الحقيقه كانت من المشاركات المميزه جدا الدوره اللي فاتت، كانت مشاركه امنه بنت علي بنت قبائل البحر الاحمر. كلمنا عن ردود الفعل. أيوة. عامله ازاي؟ تمام. هي كان طبعا امنه هي من القبائل البدويه في البحر الاحمر، وتواصلت معانا وقالت عايزه اشارك، وكان حاجه مهمه لينا احنا قبلها ان هي يبقى في بنت من البنات اللي نالها التنميه، وهي خريجه جامعه كمان، ورغم كل الظروف القبليه والعادات والتقاليد جت وشاركت وقعدت مع الفنانات في الفندق، وكانوا مبسوطين بيها جدا جدا. يعني هي كانت نجمه الملتقى بزيها المصري المعروف بتاع القبائل البدويه والحنة على ايديها، فكانت وهي فنانه شاطره جدا يعني. استاذ محمد، يمكن يعني ممكن حد من المشاهدين او انا شخصيا بتساءل، يعني ليه اخترت انه يكون المنتدى للسيدات؟ يعني حضرتك فنان تشكيلي، ليه ما اخترتش مثلا انه يكون للفنانين التشكيليين بشكل عام؟ ليه اخترت انه يكون للسيدات تحديدا؟ تمام. هو عموما احنا انا يعني كاستراكا وبرعايه الدوله التنميه احنا بنعمل مهرجانات كل شهر تقريبا، لإيماننا إن الفنون قوة ناعمة وبتظهر مصر سياحيا وجماليا. فكنا بنعمل على طول طبعا سمبوزيوم للنحت وملتقى للفنانين بيضم فنانين وفنانات وأساتذة جامعة من كل البلاد. بس احنا اخترنا بقى إن يكون أجمل وأحلى وأشيك إن يبقى للمرأة، بس مش هنلاقي أجمل من إن احنا نعمل ملتقى جميل بكل المقاييس، لازم يكون للمرأة طبعا بس. طيب عظيم. منتدى كل شهر تقريبا زي ما حضرتك قلت، بتختاروا الاماكن بمسميات مختلفه. عظيم جدا. بتختاروا الاماكن على اساس ايه؟ الاماكن اللي هتعملوا فيها المنتدى؟ احنا دايما بننظم في شرم فترات طويله قوي، نظمنا في شرم وبعد كده استقرنا هنا في الغردقه، لان احنا فتحنا زي جاليري فنون في منطقه الداو. الداو دوا منطقة سياحية في الممشى السياحي، هي عبارة عن متحف دولي مفتوح افتتحه سيادة المحافظ الأسبق 2018. هو أنا من رأيي إن مفيش حتة في العالم فيها تماثيل وممشى سياحي زي الممشى بتاع الغردقة، وكمان بيطور. أعتقد كمان الشيخ اللي هو عمرو حنفي واخد مجهود كبير جدا في تطوير الممشى من أوله لآخره، عبارة عن 10 كيلو متر طبعا حسب تعليمات الشيخ رئيس، ان رفع كفاءه الغردقه ورفع كفاءه شرم الشيخ وهكذا. تم ان احنا كفنانين برضك احنا بنتواصل مع المحافظه لتجميل المدينه ولتجميل الممشى السياحي من اوله لاخره، بالاضافه ان احنا بنختار الغردقه لان مش هنلاقي بلد حلوه. طبعا مصر فيها بلاد حلوه كتير، بس هنا اللي شايفه الصور يعني الفنانه قاعده، الفنانين دول من امريكا وايطاليا واسبانيا وروسيا واوكرانيا، احنا السنه دي كمان عندنا اوكرانيا وروسيا. هو ده سؤالي لحضرتك يا استاذ محمد، يعني ايه هي ابرز الدول الموجوده او المشاركات اللي موجودات في هذا المنتدى؟ واجي عايز اتكلم مع حضرتك كمان تحديدا عن المشاركه المصريه. المشاركه المصريه احنا معانا فنانات من قطاع الفنون التشكيليه في وزاره الثقافه، ومعانا فنانات من كليات الفنون اساتذه،
ومعانا فنانين غير المصريين كمان، معانا فنانات من تركيا وإيطاليا وبيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، وعندنا بلد اسمها أوزبكستان جاية ولاتفيا، عندنا بلاد حلوة مشاركة معانا. هما على فكرة البلاد دي الفن عندهم قوي جدا، فاحنا بنختار على حسب السي في بتاع كل فنانة وأساليبها الفنية. الملتقى ده جاي في ظروف شويه برضك، في فنانين كتير ما عرفوش يجوا بسبب ظروف الطيران بقى خارج مصر، يعني مش ظروفنا احنا خالص، وخصوصا الفنانات الاوكرانيات ما قدروش يجوا لظروف بلدهم، بس عندنا فنانات اوكرانيات مشاركين من اللي عايشين جوه الغردقه، من اللي عايشين اصلا مقيمين في الغردقه. عظيم جدا، لكن في النهايه بيقدموا رساله حب وسلام من ايوه هو النهارده النهارده ورشه مهمه جدا بنبداها اول يوم في الورشه النهارده، ان احنا عاملين مجمعين مجموعه من اطفال الفنادق اللي هم ان شاء الله يا فندم الفنادق. كل التوفيق لحضرتك، بنعتذر طبعا عشان في موجز، الفنان التشكيلي محمد حميده مؤسس منتدى المراه العالمي للفنون، شكرا جزيلا ليك.